انضم إلينا من الجزائر كريم قندولي مراسل الغد. كريم، هل من ردود فعل إلى الآن بعد مسيرة المحامين اليوم إلى المجلس الدستوري وبعد رفض المجلس الدستوري استلام رسائلهم؟ ما ردود الفعل إلى الآن وما هي ردود الفعل المستجدات على الشارع أو في الشارع الجزائري؟ أهلا سهام. إذن الشارع الجزائري يعيش يعني فترات صعبة وأيضا حالة من الغليان والاحتقان، خاصة بعد عدم التطرق والالتفات الجدي والتعامل الجدي مع مطالبه، خاصة فيما يتعلق بالولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. تتوالى عليه الرسائل الواحدة تلو الأخرى والبيان تلو الآخر، ولكن في الأخير هؤلاء في شق، و ما يطلبه المواطن وهذا المتظاهر البسيط في شق آخر وفي واد آخر، ولذلك أبرز ما يطالب به والكل يعلمه وهو تنازل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. طيب، بعد مطالبة قوى المعارضة كما تعلم كريم باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبإلغاء إجراء الانتخابات، وأيضا أن إجراء هذه الانتخابات سوف يهدد أمن الوطن، هل من رد فعل من الحكومة الجزائرية إلى الآن؟ هل من ردود فعل عليها؟ لا يوجد أي رد فعل لا من الحكومة ولا من أي وزير ولا حتى من الموالاة التي غابت تماما عن الواجهة. يعني حتى نحن كصحفيين لما نريد أن نكون متوازنين في الطرح ونريد أن نتكلم مع شخص آخر من موالاة الكل وكأنه هارب من هذا المشهد السياسي، لا يريد أحد أن يتكلم إلى بإعاز أو بتعليمات، لا أحد يريد أن يواجه كل هذه السيولة البشرية التي توجد، خاصة أن هنالك تعليمات بعدم التصريح لعدم أيضا استفزاز هؤلاء الجحافل البشرية. ونحن اليوم على بعد ساعات قليلة من مسيرة مليونية يدعو لها النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذن غدا أيضا سيمر أو جمعة أخرى تضاف إلى جمعتين ماضيتين ينتظرها الجزائريون بشغف من أجل مواصلة هذا الحراك الذي يستمر لأكثر من 20 يوم. طيب، يوم الجمعة غدا أيضا يصادف اليوم العالمي للمرأة، مشاركة المرأة في هذه المسيرات غدا في الجزائر، ما هي التحضيرات لهذا اليوم؟ وربما سوف نشهد مشاركة نسائية أكثر من الأسابيع التي مضت. والله شاهدنا النسوة يتقدمن المشهد، يعني في كل المسيرة شاهدنا النساء الكبيرات في السن، العجائز، شاهدنا الشابات حتى الفتيات الصغيرات. يعني النسوة دائما الحرائر موجودات في الجزائر التي ليست عاقرة عن إيجاد أمثال جميلة بحيرة التي تقدمت الصفوفة في الجمعة الماضية وكانت رمزا للنضال وواصلت نضالها، أيضا أظن أنها ستواصل هذا النضال مع الشارع وستنضم وتضم صوتها إلى صوت المواطنين دائما، وهي التي أكدت بأنها دائما تقف إلى جانب الشعب. أظن أن النسوة عوض أن يلبسوا ذلك اللباس التقليدي الجزائري بالأبيض، أظن أن غدا سيكون يومهن من أجل الدفاع أو قول كلمتهن هن أيضا في هذه المعركة التي يخوضها جزء وشريحة كبيرة من المجتمع الجزائري. وبالمؤكد والأكيد أن غدا أيضا سيكون يوما للتاريخ بالنسبة لهؤلاء الذين سينزلون إلى الشارع، خاصة وأن العدد ربما سيتضاعف في ظل عدم الاستجابة إلى مطالبهم والالتفاتة الجادة من طرف السلطة التي تكتفي حتى الآن كما وصفها وصفتها المعارضة بالهروب إلى الأمام. كريم قندوني مراسل غد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر.